اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه ان كان في فتره دلوقتي اللي هنبدا فيها دلوقتي هي فكره مشكلات وقضايا. احنا انطلاقا من دور البرنامج في الوقوف على مسافه واحده من جميع انطلاقا من دور البرنامج في الوقوف على مسافه واحده من جميع المواطنين، اظهار الايجابيات والسلبيات. معانا هيبقى معانا دلوقتي مداخله تليفونيه من المهندس وليد شعلان المنتج الفني لبرنامج نعم استطيع. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، ازيك؟ ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ ازاي اخبار حضرتك؟ صباح الفل عليك وعلى اعزائنا المشاهدين كلهم متابعين الصحه والجمال ونعم استطيع. صباح الفل عليك. صباح الفل يا فندم. باشمهندس فريد، طبعا حضرتك احنا كورونا دلوقتي هي الشغل الشاغل، هي حديث الناس في الشارع المصري او في العالم كله عموما. كنا محتاجين حضرتك تعقب لنا عن الموضوع ده، عن فيروس كورونا وعن تداعياته وتطوراته في القرى وفي المدن المحيطه بنا. والله يا محمد طبعا الوضع بقى صعب قوي، لان للاسف في حته كده عندنا اهمال صغيره من الشعب برضو، او في سن التكاسل او سن تعرف انت الاطمئنان الزياده، وحته ان ما فيش حاجه تاثر فينا واحنا ناكل الحديد وجسمنا يستحمل اي حاجه. الكلام ده كلام مقبول، بس في ظل وباء وبقى رسمي ما ينفعش. احنا فاكر زمان اول ما الوباء ده جه كان كل يوم 10 حلقات وكنا ماشيين 10 ب 10، شويه بقوا 50 ب 50، ما كناش وصلنا ل 1000 لمده شهر. تمام. دلوقتي يوميا بقى 1500 حاله معلنه، وناس كتير في بيوتها مش معلنه، دي بقت كارثه. تمام يا فندم. الرئيس والحكومه راهنوا على ثقافه الشعب، وللاسف الشديد الشعب مش قادر يعمل ده، وده صعب جدا. تمام يا فندم، حضرتك عارف طبعا السلوكيات اللي بتبقى موجوده بشكل يومي. احنا بس محتاجين نصيحه للناس دي. انا برضو عندنا في قريتنا او في القرى المحيطه كلنا بنعاني. الظاهر ان الوعي، كنا متخيلين ان الناس اللي في الريف او في المدن النائيه هيبقوا اكثر وعيا من اهل القاهره نظرا للازدحام والكلام ده، لكن الحقيقه ان الكوارث كلها بقت بتيجي دلوقتي من الريف للاسف يعني. فمحتاجين تعقيب حضرتك يعني على الموضوع ده. طيب انا قبل التعقيب انا عايز اعمل رساله لقريتي. انا من قريه اسمها قريه سمبر الكبرى، مركز زفته، محافظه الغربيه. دي قريه راس او مسقط راس الدكتوره سميره موسى، اول عالمه ضرر. انا عندي اهل قريتي واعيين جدا، وما شاء الله من يوم كورونا ما ظهرت يوميا يا استاذ محمد بيجمعوا فلوس من بعض وبيجيبوا كلور وبيرشوا البلد. حلو. تمام. مشينا يوم ورا يوم، وانا شخصيا نزلت في رمضان، نزلت معاهم شخصيا بنفسي، قلت اتاكد، فنزلت معاهم يوم كامل رشين. الموضوع مشي كويس قوي، ولا حاله كورونا ظهرت في قريتنا. لحين من اسبوعين ثلاثه كلمني الشيخ البلد الاستاذ علي فراج، قال لي في مصيبه عندنا. خير؟ قال لي ظهر حالات كورونا. قلت طيب ما تحاولوا ترشوا تاني. قال لي للاسف بعض رجال الاعمال الكبار بطلوا يدعموا. بقول له هيدعموا في الاول وقت الوباء ما يجي يخلعوا؟ قال لي والله ما فيش، فمشيتهم من برنامجك لو سمحت. الباشمهندس نبيل جراد والمهندس عبد الحميد عامر والحاج صبري عماره وكل غني في قريتنا في القاهره يحاول يتبرع. الموضوع بسيط جدا، عارف احنا يوميا بنرش البلد ثلاث رشات، انت يمكن فلاح زيي وعارف يعني ايه مطور رش، وبنجيب بنعمل له كم تعميره في اليوم. اكيد طبعا. الموضوع بيكلف في الشهر بتاع 4 5 6000 جنيه، وتحافظ على قريتك كامله. يعني الموضوع شهريا ما اقولش يوميا، محتاج من احد رجال الاعمال يشيل شهر مثلا 6، وسيدنا بالجرد شهر 7، المهندس فلان الفلاني شهر 8، فنضمن ان احنا على مدار 4 5 شهور في رش يومي. فده وقت الوباء، انما كله رفع ايديه يا استاذ محمد. فبالتالي البلد بقى فيها اكتر من 40 حاله كورونا، 5 معلنين و65 في الخباثه و55، دي كارثه. الكارثه الثانيه بقى لما واحد يكون عنده كورونا ويخاف يقول عشان التنمر بتاع الناس، دي كارثه ثانيه. الكارثه ان ما يعرفش يعزل نفسه في الريف، الريف غير المدن. انت عارف هناك داخلين خارجين عند بعض. اكيد طبعا. في فرح صغير تلين. انما المدن القفله قفله. فالاربعه بقى 40 في 5 ايام، جهل وثقافه بجد احنا تعبنا. انا خايف على اهلي هناك بنفس الطريقه. اتمنى ان نوجه رساله صح كده. تمام حضرتك. والله يا فندم احنا دايما بنوعي، احنا دايما من هنا بنوعي، سواء انا او الساده الزملاء بنوعي دايما في حمله مكبره جدا في الاعلام المرئي والمسموع عن الوعي. واحنا يمكن الفقره اللي قبل دي كنا بنتكلم عن الوعي. الحقيقه ان في استهانه كبيره جدا، والمشكله الاكبر ان الناس بقت بتخاف تعلن عن كده، لان هم شايفين ان كورونا دي وصمه عار يعني، رغم ان هو ابتلاء من ربنا يعني، والناس كلها معرضه له. على فكره احنا ممكن في عز التزامنا وفي عز ما كنا لابسين كمامات او كحول او كل حاجه، اجراءاتنا الوقائيه تمام، ممكن نتصاب. دي حاجه بتاعت ربنا. طبعاً. الفكره طبعاً. الموضوع ملوش دعوه بالفهلوه، الموضوع ملوش دعوه. دي نقطة رقم واحد. وتاني بكرر نداء لكل غني في قريتي وفي قريتك وفي أي قرية، الفترة دي هي فترة الوقوف جنب البلد، وأهي أول بلد هي قريتي الصغيرة، بعد كده مركزي مركز زفتة، بعد كده الغربية، بعد كده أعرف أحط الجمهورية، أحط اللي يقدر يعمل حاجة يعملها الفترة دي. دي نقطة مهمة جدا بقولها لأهل قرية سيمبر الكبرى وأهل قرية العدلية وأي قرية على مستوى الجمهورية. تمام؟
تمام. خش بقى حته رقم اثنين مهمه جدا، حكينا الكلام عنهم في الحلقه اللي فاتت لو تفتكر، لما قلنا اعاده تدوير الكمامه مش القمامه، اعاده تدوير الكمامه. تمام. الناس الزبالين دلوقتي او اكثرهم الا رحم الله بينبش في الزباله، فاكر زمان بيدوروا على الكنزات وبيدوروا على البلاستيك، دلوقتي بقى بيدوروا على الكمامات، دلوقتي بيدوروا على الكمامات يغسلوها غسله عبيطه للاسف ويحطوها في كيس ويبيعوها بجنيه. تمام. وطبعا يا عين الشعب بيشتري لانها رخيصه بقت طبعا علينا، فدي كارثه ثانيه خالص يا استاذ محمد، كارثه ثانيه خالص. مش عايز اقول لك دي تودينا في داهيه. تخيل انت لما يكون معاك كمامه اصلا المفروض ترميها وتحرقها، ارميها واحرقها وقطعها لو سمحت، نصيحه وكل واحد يقول له هو كواعي، لما يكون كمامتك خلصتها يا فندم الاربع ساعات بتوعك قطعها 100 حته احرقها عشان الزبال ما ينبش فيها ويرجعها لنا بجنيه تجيب لنا امراض الدنيا والاخره. تمام. دي رقم اثنين مهمه جدا. رقم ثلاثه بقى، رئيس الوزراء لما نزل القرار ان احنا لازم نلتزم بالكمامه، جميل، الناس كلها قلت على الصيدليات، الناس اللي هي المستريحه شويه، اللي خد 20 علبه واللي خد 30 علبه واللي خد 40 علبه، وانا وانت مش لاقيين. اكيد طبعا. هو احنا يا جماعه هو ده اكل وشرب؟ انتوا بتفرقوا على نفسكم ليه؟ ارحمونا. هو الجشع في كل حاجه، هو ده برضو نوع من انواع الجشع اللي مش مقبول. خد 20 علبه في 50 ب 1000 كمامه، انت هتستخدم 1000 كمامه؟ انت واولادك الاثنين هتستخدم 1000 كمامه؟ خايف تغلى، يقول لك هي عندي مصلحه وابيعها في الاخر. ده ثقافه المصريين للاسف. للاسف. دي مشكله ثانيه يا استاذ محمد. خد بقى الثالثه بقى. واحد جاري من يومين لقيته كده عامل ورشه صغيره، الراجل ده كان بيشتغل هو تردي. لقيته جاب قماش شبه قماش الايه؟ الكمامات، قماش بيباع في الموسكي. وبدا يصمم الكمامه، مش بهرج والله، ويحط لها كيس وسلك بتكلفه ربع جنيه. بقول له انت بتعمل ايه؟ بعمل كمامات. بقول له صبيه. قال لي يا باشا كل عيش. انت عارف احنا بنرشا في اي مصلحه؟ في فرح نجيب اعلام، في ماتش كوره نصنع اعلام، في كورونا نعمل كمامات. يا نهار اسود ونيل، ده ايه ده؟ ما وصلنا للدرجه دي؟ على فكره المفروض ينزل قرار الناس اللي زي دي تاخد اقصى عقوبه ممكنه، ده بيضر بالناس. بتاع المخدرات بيموت واحد، صح؟ بتاع كورونا بيموت 1000 واحد. تمام. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك يا فندم، انا بضم صوتي لصوتك طبعا. انا للاسف دي معاناه احنا بنقابلها، مجموعه من ضعاف النفوس، ناس كان عندهم جشع كبير جدا جدا جدا، بيستغلوا ازمه المصريين. دايما كنا بنشوف على مدار السنين اللي فاتت اي ازمه بيبقى في مجموعه تجار كده اللي بيحتكر سلعه واللي بيستغل ازمه. الحقيقه انا بضم صوتي لصوت حضرتك وبناشد الساده المسؤولين يعني ننشر الوعي بشكل اكبر من كده في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه. نكثف حملاتنا على المصانع اللي هي تحت بير السلم زي ما بيقولوا، الناس اللي بتصنع كمامات تحت بير السلم. لازم الكمامه تبقى ليها مواصفه، والمواصفه دي كمان بتخرج من وزاره الصحه. المفروض. طيب اخر رساله اوجهها معلش يا بلافين. اتفضل. عايز اوجه بقى رساله محترمه للقياده السياسيه في البلد، السيد الرئيس والوزراء بصراحه اداروا الازمه بكل حنكه. انت عارف الشعب كله او الحكومات في كل البلاد واقعه، وعندنا لسه الاقتصاد شغال ولسه بعض المصانع شغاله وفي مشروعات قوميه لم تتوقف، ومع ذلك في عندنا ازمه ومع ذلك شغالين. دي اداره حكيمه. يمكن الرئيس السيسي اتظلم ان هو حصل في عصره حاجات كثيره جدا ومع ذلك واقف على رجليه. البلد ماشي الى حد ما احسن من بلاد كتير وقعت تماما. فده شكر خاص للقياده السياسيه على راس السيد الرئيس والوزراء والسيد معالي رئيس الوزراء. بصراحه الى حد ما انا شايف ان الموضوع ماشي كويس جدا جدا جدا. هو ناقص وعي شعب والله، وعي شعب بسيط مع الاداره السياسيه المحترمه نطلع من الازمه دي ببساطه. تمام. ده شكر اخير للقياده السياسيه واشكرك للاستماع يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. انا بشكر حضرتك جدا، وطبعا بضم صوت وصوت المهندس وليد شعلان. وطبعا احنا في الازمه دي فعلا بينت لنا حاجات، ناس كتير جدا طلعت اقبح ما فيها في ظل الازمه، زي ما كان في ناس كتير جدا شاركت بأعمال خيرية هتتكتب لهم في التاريخ. الحقيقة أن التاريخ لما يتكتب عن الفترة دي بالذات بعد سنة 2 3 10 أو بعد مئات السنين من دلوقتي، هيتذكر كويس جدا مين اللي وقف ومين اللي موقفش. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية من برنامج نعمة أستطيع. الحقيقة أن اسم برنامج نعمة أستطيع ما كانش من فراغ، لأن كان دايما برنامج من أول يوم ليه بيرعى سواء مواهب الشابة أو قصص الكفاح، ويمكن أنا كنت واحد من ضمن الناس دي. لكن إحنا معانا النهاردة قصة كفاح نسائية، معانا النهاردة شخصية كان ليها في قصة كان ليها قصة كفاح كبيرة حابب تكلمنا عنها النهاردة. أستاذة صفاء، سيد أحمد، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. عرفينا بنفسك يا ريت لو. أنا مبسوطة جدا إن أنا في برنامج نعمة أستطيع وقناة الصحة والجمال، وأهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك. حضرتك كان ليكي قصه كفاح، طبعا حضرتك احنا عارفين دايما ان قصص الكفاح في الغالب بتبقى مرتبطه بالرجاله يعني، طبعا. بس طبعا الستات كمان ليهم دور كبير في الموضوع ده، فلو حضرتك تكلمينا عن قصه كفاح حضرتك. والله قصه كفاحي كبيره جدا. يعني جيت بعد وفاه جوزي من المملكه وكده، وبعدين شفت كتير. تمام. كتير جدا، بس اهم شيء في حياتي ان انا
حبيت ان انا اقف وقفه صح عشان خاطر بناتي. ست وراجل يعني بمعنى اصح. اكيد حضرتك عندك كام بنت وكام؟ ثلاث بنات. تمام. ندى ونادين ووفاء. طبعا جوزتيهم؟ لا. تمام. للاسف لسه. ندى هتخش ان شاء الله قريب وكده، ونادين زميلتكم هنا، ووفاء سبع سنين. تمام. طب حضرتك القصه، حضرتك قصه كفاح حضرتك بدات منين بالظبط؟ هي بالاكثر بعد وفاه جوزي. تمام. جيت، ما جيت هنا تعبت جدا، بس لازم ان انا كنت اقف كده يعني واقفه اللي هي اللي طبيعي الام طبيعي والاب. طبيعي طبعا بعد وفاه الزوج بتبقى الام هي كل حاجه، يا كل شيء لحد دلوقتي. الرئيس طبعا. تمام. حضرتك كنت موجوده بره مصر طبعا على ما اعتقد 10 سنين او شيء. تمام. كنت شغاله في الوقت ده هناك؟ لا. ولا لا، هو هو كان شغال في قوات مسلحه الله يرحمه. تمام. ودفناه هناك وجينا. تمام. طبعا تعليم الاولاد طبعا كان مأثر على حضرتك طبعا، اكيد اكيد تداعيات التعليم والكلام. أيوة ده طبعا. ايوه ايوه طبعا. لو حضرتك تكلمينا طبعا اولادك طبعا في المدارس اكيد مخلصين طبعا. بنتي الكبيره في ثالثه، داخله ثالثه تجاره ان شاء الله، وبنتي الثانيه برضو ثالثه ثانوي اخر سنه، ووفاء سنه اولى بس. هو ما عنديش اولاد. تمام. طبعا ده شكل اكيد ضغط نفسي على حضرتك كبير جدا طبعًا. في الفتره اللي فاتت دي او في فترات السنين اللي فاتت. هو جوز حضرتك توفي من امتى؟ بقاله دي داخل في سبع سنه. تمام. طبعا حضرتك طبعا في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول كنت طبعا الام والاب وكل حاجه، ودي كل شيء اكيد طبعا كانت حاجه كويسه جدا. الحمد لله. يعني كان لله. اكيد في مطبات، اكيد كان في عصارات في حياه أكيد. حضرتك في خلال السنين يعني بالاكثر اكيد بعد ما زوج حضرتك توفى. ده حاجه أكيد. أكيد. اكيد يعني أكيد. ودي يمكن اللي بتكون أكيد. شخصيتك او تخليكي طبعا طبعا. لو حضرتك عندك اي حاجه ممكن تكلمينا عليها بخصوص قصة كفاح حضرتك في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول على الأقل. والله انا يعني انا حبيت ان انا طبعا الشغل ان انا ما ينفعش ان انا اشتغل بره، بس عامله بيزنس. تمام. مشاريع. طب احنا في معانا مداخله الاستاذ عمرو السيد احمد اخو حضرتك. اتفضل حبيبي استاذ عمرو. ازي حضرتك؟ الو. اهلا وسهلا. ازيك استاذ عمرو؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. احنا طبعا معانا الاستاذ صفاء النهارده، وقصه كفاح طبعا من ضمن قصص الكفاح الكثيره، بس طبعا قصه كفاح نسائيه يعني حابين نوجه لها الشكر. والله ربنا قويها يعني، تعبت بتتقلي بتتعبت حاجات كتير، والحمد لله ربنا بيدي كل واحد على قد شعبه. اكيد حبيبي طبعا. حبيبي اكيد حبيبي. طب حضرتك حابب توجه لها رساله معينه من هنا من برنامج؟ انا بقدم لها ان ربنا يكرمها ويخلي لها اولادها، ونشوف ندى احلى عروسه في الدنيا. تمام يا فندم. استاذ عمرو حضرتك طبعا في خلال السنين اللي فاتت دي طبعا كنت قريب منهم بحكم جدا حضرتك اخوها وكده. أيوة. حضرتك كنت شايف فعلا فيها الاب والام ورب الاسره بالكامل يعني؟ كل حاجه والله، كل حاجه. تمام يا فندم. شكرا لحضرتك جدا يا استاذ عمرو. شكرا لحضرتك جدا يا فندم وشرفتنا يا فندم. أنا كنت بتكلم قبل المداخلة عن أكيد في ضربات حصلت. أنا واحد من الناس برضو كان معايا ضربات كتير، وهي اللي بتشكل عامة الشخصية عموما الضربات دي يعني. طبيعي لو ما فيش مطب في حياتك مش هتحسي بقيمة اللي أنت وصلتي له في الآخر يعني. أيا كان حتى لو أنت ما نجحتيش في شغل، أنت تربيتك لأولادك في حد ذاتها نجاح. الحمد لله. تربيتك ليهم وإنك توصليهم للحد ده، ده في حد ذاته نجاح طبعا ما نختلفش عليه. فلو في حاجة حضرتك، لو في أي مطب حضرتك عايزة توصلي حاجة للسادة المشاهدين، والله لأي أم مصرية عموما يعني. أنا بتمنى إن أي أم مصرية بعد وفاة جوزها يعني نصيحة إن هي تهتم ببناتها أو بأولادها أو بعيالها بمعنى أصح. ده أحسن شيء. صورة والدة حضرتك معانا دلوقتي على الشاشة. مين؟ صورة والدة حضرتك. دي بقى أكيد أمي. أكيد برضه كان لها عامل طبعا في التشكيل. هو عموما التربية عامة بتفضل ملازمة لبني آدم لحد ما بعد عمر طويل، لحد ما بتوفى. طبيعي إن تربية والدتك ليك الله يرحمها طبعا طبيعي بتنعكس على أولادك يعني. طبعا طبعا يا باشا. أكيد. الله يرحمها. عاشت علينا كتير وتعبت كتير علينا. فأنا بكمل المسيرة يعني. أنا أكيد. هي إذا ما هي عملت سوت، أنا كمان بسوي نفس الشيء. فهي تمام. مليون رحمة لها، وهي أنا عايشة لحد دلوقتي بدعائها. تمام.
وده جوزي برضه الله يرحمه. احنا طبعا بنوجه رساله لكل مشاهدينا، طبعا حضرتك شرف كبير جدا لينا، انا اتشرفت بحضرتك جدا طبعا حبيب. وطبعا محتاجين نماذج مشرفه زي كده كتير. انا بشكر حضرتك جدا سلام. وطبعا كنت معاكم النهارده محمد رمضان. طبعا احنا انا باكد تاني على ان صفحه البرنامج دايما مفتوحه للجميع. احنا هنا بنرعى المواهب الشابه، وقلنا لحضراتكم قبل كده اكتر من مره اللي عنده موهبه سواء في الشعر او في الغنى او في اي حاجه شايف نفسه فيها موهبه، عنده قصه كفاح عايز يعرضها، احنا دايما موجودين. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه.